اهلا وسهلا بحضراتكم. احنا استقبلنا في الاستوديو الدكتور محمد نصير والدكتور محمد مطاوع، وهم امثله من شباب الصيادله اللي مره واحده لقوا نفسهم قدام خط النار، خط دفاع اول. الناس مش فاهمه حاجه، في فيروس في كل حته، هم مش فاهمين ايه اللي بيحصل بالظبط في الفيروس. اهلا وسهلا دكتور محمد مطاوع. اهلا بيك يا دكتور وائل، وبشكرك على الاستضافه ديت، وبشكرك على البرنامج الجميل اللي هو يعني اول مره يبقى فيه برنامج بيتكلم عن الصيدلي، كل الصيادله مع بعضهم ايد واحده. ده الشرف ليا طبعا دكتور محمد. اهلا وسهلا دكتور محمد نصير. شكرا جزيلا لحضرتك بجد على استضافتك لينا، ويا رب ان شاء الله نكون ايد واحده بمساعده حضرتك ان شاء الله. اهلا بيك دكتور محمد مطاوع. عايز اعرف انت كصيدلي مجتمعي، عندك صيدليه في المنصوره وفوجئت ان في فيروس في كل حته، فانت خلاص اصبح عندك كده يعني حاجتين، الحاجه كمواطن مصري عادي ولازم تساعد الناس، وكمان كراجل في القطاع الصحي وفي خط النار زي ما بنقول، عملتوا ايه؟ والله يا دكتور وائل، هي الموضوع كله جه فجأة بالنسبة للناس كلها. الناس كلها مش فاهمة في ايه، في حاجة حصلت، رعب حصل بره البلد، وبعد كده بدأ يجي لنا هنا، وفجأة اصبحنا احنا كلنا بيتقال علينا الجيش الابيض وجيش مصر الابيض، واصبحنا ان احنا في المواجهة، ان احنا خلاص مضطرين، ان احنا مش مجرد ان احنا صيدلي بس كده بيقف يبيع دواء، لا احنا لينا دور، ودور كبير جدا. واحنا زي ما حضرتك قلت في المقدمة الحلوة، احنا خط الدفاع الاول، زينا زي الوايت بلاد سيلز او الكرات الدم البيضاء يعني، فاحنا الخط الدفاع الاول، فكان لازم نبقى قد القصه ديت، لان كان متوقع ان لما بيحصل جائحه كبيره زي ديت هيحصل حاجات كتير، هيحصل استغلال، هيحصل حاجات تختفي من الحاجات اللي الناس عليها طلب، اللي محتاجاها الكمامات، المطهرات، كل ما بيتقال على حاجه في بره في منظمه الصحه العالميه بتختفي هنا. يعني هو كمان انت غير كمان الحته المعلوماتيه اللي انت بتديها للبيشنت او المرضى اللي هم جايين لك، اللي هم توجههم بمعلومه صحيه صحيحه، كمان هي كمان بقى اصبح عندك اللي انت كمان لازم توفر بعض الحاجات المهمه زي المطهرات ولا بالاسعار اللي المفروض في السوق، وعدم استغلال الناس، وكمان انت بتقف ضد استغلال الناس من بعض الناس الجشعه. بالظبط. عملتوا ده ازاي وشاركتوا ازاي المجتمع؟ انتوا من المنصوره اصلا؟ احنا من فين؟ من المنصوره. انا من شارع جيان في المنصوره، الصيدليه بتاعتنا طبعًا. هناك ايه بقى ايه اللي عملتوه بالظبط في المنصوره؟ اللي عملناه هو دكتور محمد نصير برضو مشارك معايا في اللي احنا بداناه سوا ده، ان احنا اولا كان لازم ان احنا الناس كلها قاعده في بيوتها وفي حظر وفي الدنيا، الناس قلقانه بتسمع في التلفزيون ان في لازم الشوارع تتعقم، لازم بدأنا نجيب مع الجيران وبمساعدة الناس، عملنا مبادرة سميناها مبادرة أهل مصر علشان نعقم المكان كله والمنطقة اللي احنا قاعدين فيها، وبدأنا ان احنا نجيب زي ما بقول لحضرتك الكمامات والكحول بأحجام كبيرة من داخلنا احنا شخصيا، علشان ان احنا نحاول نساعد بيه الناس ان هي زي ما بقول لحضرتك تكون متوفرة بسعر كويس عشان الاستغلال اللي بيحصل، وتكون مضمونة ان هي تكون حاجة للاستخدام صالحة، لان كان في حاجات للاسف سيئة جدا، كان انا كنت بشوف حاجات غريبة بتحصل يعني. طبعا ده متوقع في بعض تجار الازمات اللي في هذه المراحل. طيب دكتور محمد نصير، لما ننتقل بقى لحضرتك ونتكلم على الجزء المهم بتاعنا النهارده اللي هو الديفلوبمنت او تطوير النفس، انت طورت نفسك ازاي انت والدكتور محمد كصيادلة شباب لسه بتبداوا حياتكم وعايزين الافضل؟ معنى التطوير بالنسبة لك كان ايه وعملته ازاي؟ والله يا فندم، في الجائحه اللي حصلت دي فعلا كان لازم جدا نطمن الناس عموما، ده واحده من اهم السكيلز او من اهم المهارات اوريدي ان احنا لازم نتعلمها، ان احنا نتواصل مع الناس بطريقه تطمنهم، لان اوريدي البيشنت داخل لك او المريض داخل لك هو متوتر وخايف من كل حاجه، مخايف من المنتج نفسه ما يكونش كويس، خايف من الجائحه عموما، فبقى دورنا مش متوقف بس على ان احنا صيدلي واقف بتدي دواء او تبر، لا ده كمان ازاي تطمن البيشنت اللي قدامك مع اختلاف الثقافات، مع اختلاف التعليم بتاع المرضى اللي قدامك، فالناس كلها جايه يعرف معظم الناس نفسيتها نوعا ما تعبانه شويه، فلا لازم تطور من نفسك في مهارات التواصل عموما، يعني ازاي تتعلم هاو تو كوميونيكيت مع الناس، او ازاي تتواصل مع الناس وتقدر توصلهم تطمنهم لان معلش احنا هو الناس الجائحه موجوده والناس فعلا كلها اتاثرت بشكل او باخر، فكان دورنا اكبر بكتير من كون صيدلي بيقدم دواء، المريض 60 70% من الدواء هو راحه نفسيه للبيشنت، فانت ازاي اصلا تكوميونيكيت معاه وتتواصل معاه بشكل يطمنه ويريحه ويهديه، غير ان احنا اخذنا الليد في القصه دي وبدانا اوريدي ننزل ونعقم الشارع في ظل الناس اوريدي قاعده في البيوت،
فلا بنطمنهم يا جماعه احنا في ظهركم، احنا مش هنسيبكم. القصه كلها مش بس ان انت بتيجي تاخد من عندي دواء، ما تقلقش احنا نوصلك كل حاجه لغايه عندك، ما تنزلش علشان اهلك علشان ناسك. في الفتره دي كمان لازم تطوير الذات، تتعلم حاجه جديده، تطور من مهاراتك، تطور تاخد كورس جديد، تتعلم حاجه جديده، مش بس ان احنا فضلنا قاعدين. يعني قبل ما اتكلم في الحته دي، لاني برضو كانت اللي هو اللي حصل كالحجر كان عندنا وقت كبير جدا جدا بالزبط. فلو انت ما كنتش طورت نفسك في هذا الوقت بالزبط. انت هتطور نفسك امتى؟ فدي برضو كان في العالم كله في مدارس كبيره جدا وجامعات كبيره جدا بدات تفتح الكورسات، حتى بتبقى اونلاين وتبقى ببلاش وعشان الناس تاخد. يمكن لو تسمحوا لي نشوف الصور برضو اللي حضراتكم عملتوها في المنصوره عندكم في الصيدليه وفي المنطقه، هنشوفها دلوقتي على الشاشه. يخليني ده اقول ان دور الصيدلي زي ما حكش الدكتور محمد قصير معايا اهو، كنت بتشرح حاجه، ده اثناء الجائحه ولا ايه؟ يعني كنت بتعمل حاجه اونلاين؟ ده كان قبل الجائحه فعلا، تريننج للناس بنعلمها هاو تو سيلينج سكيلز، هاو تو ديفلوب يور سيلف، ازاي تطور نفسك. معلش يعني ازاي تطور نفسك صح كده، تنمي مهاراتك تمام، يعني كمندوب بيع او وده كان قبل الجائحه. ده كان قبل يعني حضرتك شغال على هذا التطوير لنفسك وللزملاء بشكل عام. احنا بعد كده طورنا يا دكتور وائل، انا لما كنت هكمل مع حضرتك احنا طورنا الموضوع ده كمان وبدانا. طيب الصور اللي معانا كمان اسمحوا لي، ده الدكتور محمد نصير. الصور الاخرى خلونا نشوفها بعد اذنكم. دكتور محمد مطابع ده كان ده بقى اللي انا كنت رايح اتكلم مع حضرتك فيه، بمناسبه ان انت بتقول كان في وقت كبير فاحنا يعني على بقى مجموعه من الصور احنا بنشوفها حضرتك. احنا عملنا قناه، هي كانت فكره، عملنا قناه صغيره كده على السوشيال، يعني أوكي. حاجه بسيطه علشان ان احنا نوصل للناس في بيوتها تمام. فبدات ان انا انزل اعمل لقاءات مع الصيادله في صيدلياتهم ومع اطباء نفسيين كبار في عياداتهم علشان ان هم يحاولوا يطمنوا الناس ويعرفوا الناس الفروق ما بين الحاجات الكويسه اللي هي تمام ان انت تقدر تستخدمها قبلا. ده دورك، ده دورك الصيدلي ودور الطبيب، واحنا كلنا كنا في الوقت ده حاجه واحده ايه تمام. في الوقت ده بدات ان انا انزل زي ما بقول لحضرتك واعمل اللقاءات ديت، مش هدفها اي حاجه ولا هدفها شغل لنفسي ولا للزملاء قد ما هدفنا ان احنا الاثنين، انا واللي بيبقى معايا سواء طبيب او سواء صيدلي، ان احنا نوصل حاجه للناس قاعده وهي في بيوتها. وبدانا ان احنا نعمل طبعا مجهود رائع تشكروا عليه جدا جدا. انا بشكركم شكرا جزيلا على الفقره الجميله دي، ودايما ان شاء الله كده باذن الله واقفين مع الشعب المصري ضد اي حاجه ممكن تحصل كخط اول وفي خط النار. ده كلنا اشارات. شكرا جزيلا لك محمد طالع. وكلمه بس اخيره، يعني فعلا الصيادله كنا محتاجين كلنا ان احنا في الاخر يبقى في لينا زي ليدر. انت بالنسبه لنا دلوقتي برنامج اسمه الصيدلي، فدكتور وائل دلوقتي فاتح بابه لكل الصيادله ان هم يحطوا ايديهم في ايدين بعض ويبتدوا يناقشوا المشاكل بتاعتهم، وان شاء الله كل حاجه هتبقى تمام يعني في مهنتنا. اشكركم شكرا جزيلا. خلونا نطلع فاصل ونرجع مع الدكتور رأفت يوسف، وهي فقره مهمه جدا جدا هنتعلم فيها كيفيه الاداره بشكل عام، ازاي ادير صيدليتي، ازاي اتعلم فن استراتيجيه الاداره. فاصل ونعود ان شاء الله سريعا للدكتور رأفت. شكرا جزيلا.